بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في البداية طبعا نرحب بالإخوة الجميع الحضور، الإخوة الموظفين، والأخ الفاضل أبو رجب أمين صندوق النقابة، وفي هذا الحفل البسيط لتوديع أخونا أبو طارق تاء عمله في الفترة السابقة. طبعا كنا بنعرف أخونا أبو طارق، يعني كان يعني بلاش نشكره هو موجود، لكن للأمانة يعني تقتضي علينا الواحد يبرز بعض الأمور. هو كان يعني مثالا للموظف النشيط والمثابر المتميز بعلاقاته مع الجميع، كان مثالا للنصيحة لبعض المهندسين والمكاتب. واحنا بالنسبة لك هيك مكاتب يعني كثير مروا موظفين مهندسين، سواء كانوا مهندسين او خلافهم على الهيئة. انا بعتبر بصراحة المهندس احمد يعني من القلائل اللي كان له يعني بصمة وكان له اثر واضح، سواء على العلاقات الإنسانية أو العلاقات العملية في شغلنا. طبعاً إحنا يعني قرار الاستغناء عن المهندس أحمد قرار أكيد يعني ليس للموظفين أي دخل فيه، ولكن طبعاً بعز علينا إنه يتركنا، لكن هي سنة الحياة، يعني هذه طبيعة الحياة متغيرة دائماً. وإن شاء الله طبعاً إحنا يعني أنا بالنيابة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني الموظفين نتمنى ان المهندس احمد ان شاء الله يعني تكون الفتره القادمه فتره موفقه، سواء كانت على المستوى الاسري او على المستوى العملي، لانه بصراحه هو انسان يستحق كل تقدير وكل احترام. كمان احنا بناكد للمهندس احمد اخونا ابو طارق انه هو باذن الله حيضل يعني جزء اصيل من مجموعتنا كزملاء وكاخوه مترابطين باذن الله على الخير دائما. حيكون هو عضو اصيل ان شاء الله دائما في كل المناسبات القادمه، يعني احنا مش حنتخلى عنه. وفي النهايه هذه نقابه المهندسين هي نقابته حتضل، يعني ممكن احنا ان شاء الله برضه نشوفه في مكان ثاني غير مكان الوظيفه، يعني ممكن يكون في عضو مجلس اداره في المستقبل، ولما لا. يعني انسان نشيط ومثابر ولديه طموح، نتمنى له الخير دائما باذن الله. وهذا يمكن اقل يعني جزء بسيط من المشاعر اللي بتدخلنا باتجاه اخونا ابو طارق. وبارك الله فيكم، وشكرا على اللفته الطيبه من الجميع اللي بادر فيها يعني. وشكرا ان شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. طبعا كلمات طب معتز زي ما بيحكوا بتنطق الحجر، فما بالك بالانسان اللي له مشاعر وله احاسيس. الفراق ان شاء الله هيكون كفراق كموظف وليس كزميل، ليس كفرد من المهندسين، ليس كاحد الافراد اللي اتعاملنا مع بعضنا خلال الفتره اللي فاتت. يمكن ايضا انا برضه بعز عليا فراق، لكن بنفس الوقت انا سعيد انه هبدا مرحله جديده ان شاء الله هيكون فيها طموحات ولها امال واهداف الفتره الجايه. في بعض الامور انا بس حاب اكد عليها، يعني اللي هو طبعا احنا كموظفين الحمد لله يعني علاقتنا الفتره اللي فاتت كانت يعني طيبه. يمكن في بعض الامور كان في بعض المشاحنات بعض الاختلافات، لكن بالاول والاخير كنا نرجع تاني زملاء. يعني امبارح كنت بتحدث مع احد الموظفين بقول له في امراض بشوفها اكثر ما بشوف اسرتي، وهذا فعلا واقع. الفتره اللي فاتت في ناس كنت اشوفهم اكثر ما بشوف اسرتي الفتره اللي فاتت، وهذا الحمد لله يعني زاد العلاقه بيناتنا. بدي اكد على جمله واحد الموظفين برضه حكى لي اياها يمكن قبل سنين، يمكن هو فاكرها او مش فاكرها، يعني على الرغم من ابو رجب هو واحد منا وفينا، يعني يمكن الكلمه يمكن تزعجه شويه، لكن هو واحد منا وفينا. يعني انه احنا كموظفين احنا لبعض، سواء قدام مجلس اداره قدام اي حدا تاني، احنا كموظفين لازم نكون مع بعض. يعني اكثر حاجه بتاكد هذا الشيء الحفل اللي احنا فيه. يعني انا اشتغلت كثير في النقابه، اشتغلت تحت اداره مجلس النقابه العامه، اشتغلت تحت اداره مجلس فرع غزه، اشتغلت تحت هيئه المكاتب. اول من بادر لتكريمي او لعمل حفله هم الموظفين اللي احنا مع بعض، اللي احنا منهم وفيهم.
يعني بأكد تاني انه احنا اي شحنات بتصير بيناتنا بالعمل مفروض مجرد ما روحنا البيت خلص ننساها، نرجع تاني يوم نبدأ شغلة جديدة زملاء بعض. الشغلة الأخيرة يعني اللي أنا حزين عليها صراحة وأتمنى إنه ما تفقدوهاش موضوع الإفتاء، يعني أنتوا عارفين أنا مفتي العام بعد محمد المدهون، هلقيت هيصير في مفتي واحد عندكم، فأنا بتمنى إنه دائما تتواصلوا معي لأي استشارة أي حاجة يعني. يعني أنا بديش محمد مفتوح محمد مدهون يستولى على الموضوع بالكامل يعني. أنا عارف مبسوط على هذه الشغلة. فتاوي مالية بس. لا عنده فتاوي كثير محمد مدهون، بيخلاش من أي فتاوي. صحة بيخلاش. يعني محمد مدهون بيسيب الفتوى دي يكون فيها. محل سياسة. عشان كده انا ارجوك انا هذا اكثر شغله مضايقاني صراحه انه محمد مهدون استولى على المكان بالساحه كامله وهيكون فيها. ومره ثانيه ان شاء الله بشكركم يعني وبشكركم على الهديه القيمه اللي جبتوا لي اياها وان شاء الله برد لكم اياها بالافراح وشكرا مره ثانيه لكم. حبيبنا الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. بداية أشكركم جميعا على هذه الاستضافة، وبصراحة أنا فخور جدا بهذه الثلة وهذه المجموعة اللي أنا عشرتها برضو من فترة يعني أعتبرها مش قليلة. بصراحة صار في يعني رابط قوي بيني وبين معظمكم، يعني احتكيت في معظمكم، وبصراحة أنتوا ناس أفاضل وزملاء أعزاء وخامات محترمة، ونحمد الله أنه الحمد لله يعني المركب هذا كان منذ فترة طويلة مركب متماسك، وأنتوا تعاقب عليكم يعني مجالس إدارة متعددة، وإحنا الحمد لله سواء أعضاء مجلس إدارة أو موظفين أو أعضاء في نقاط المهندسين الحمد لله يعني بنتمتع بأفكار وبرؤية محترمة الحمد لله. إحنا بالنسبة لموضوع أبو طارق يعني الصحيح يعني صار له حوالي 7 سنوات أو 8 في النقابة، الصحيح كامل الموظفين اللي يتمتعوا بالديناميكية العالية أينما حل نفع، وين كنا نحطه يعني كان موظف يعتبر موظف جوكر بينفع في كل الأماكن بصراحة يعني. وإحنا كمجلس إدارة ما بهون علينا ولا في موظف إنه نستغنى عنه، هذا مش استغناء، إحنا كنا نمشي مع مصلحة الموظف بحصول على فرص أحسن وأفضل. النقابة بتضلها محطة يعني من أحد المحطات اللي ممكن الإنسان يعني يتكئ عليها في مراحله، لكن واحد بمستوى أبو طارق لما أخذ علميا وفكريا ربما يطمح إن شاء الله وأمامه فرص قد تكون أفضل من فرص اللي كانت متاحة له في النقابة. موضوع الوظيفة بحد ذاتها كمان يعني الإنسان والمهندس دائما يتطلع أن يكون في أحسن مكان وفي أفضل وظيفة في أفضل مكانة، وأنا بأتمنى لأخونا أبو طارق إن شاء الله يعني المحطة القادمة تكون أفضل من السابقة، لأنه بصراحة هو يستحق وهو عقلية محترمة وتحترم. وجميع الزملاء بصراحة أنتم ناس نفتخر فيكم كموظفين في نقاط المهندسين، وكالانسجام اللي بينكم الحمد لله يعني يفتقر إليه كثير من المؤسسات بصراحة، وإحنا ما وجدنا صعوبة بالتعامل مع أي موظف من موظفي النقابة، كانت السمة السائدة سمة التفاهم وسمة الحصول على الأفضل بجهد مشترك بين الموظف المتفاني وبين أعضاء مجلس الإدارة. لا أريد أن أطيل، ولكن أتمنى لك يا أبو طارق ولجميع الزملاء حياة ومحطات أفضل. أنا بقول لك هذه سنة الحياة، وبصراحة اللي بقدره ربنا للإنسان أفضل بكثير بكثير من اللي بقدره لنفسه. لا موظف لا مؤاخذة بيضمن أنه يكون دائم في مكانه، ولا عضو مجلس إدارة بيضمن، وهذه المتغيرات يعني صحية وطبيعية وبتحصل في كل الأماكن،
لكن الإنسان عليه أن يجيد في المكان اللي بنوجد فيه. وأنت بصراحة كفو وتستحق كل الاحترام والتقدير والتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله بكون التوفيق حليفك وحليف زملائك. وأشكركم أنا جميعا على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم مرحلة قادمة يعني يملأها التوفيق والسداد بإذن الله تعالى. وبارك الله فيك. وإن شاء الله ربنا يوفقك وتكون حياتك للأفضل إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أبو طارق. وزي ما حكيت يعني الموضوع مش حفل وداع، زي ما هذا الموضوع موضوع يعني احتفالية هيك بسيطة. إن شاء الله بنشوفك دائما ونضل على تواصل دائما إن شاء الله. توفيق إن شاء الله يا أبو طارق. ويعني أكيد كل نهاية بتكون هي بداية لمرحلة جديدة، حتكون إن شاء الله أحسن وأفضل بإذن الله. نتمنى لك التوفيق دائما. وفق بالقادمة تماما. وبالك مكانك إبراهيم، بس نقطة إبراهيم، أنت مكانك أفضل من المكان أنت فيه إن شاء الله، تكون طموح عندك أفضل منك. إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. السلام أبو طارق. طبعا انا بدي احكي لابو طارق كلمه خاصه، لان يمكن انا اجدد يمكن موظف في جيتا. انا طبعا كنت جنبه في غرفه ملاصقه له. طبعا جزء من الفضل اني انا استطعت اندمج في النقابه فضل لله ثم لابو طارق، لانه بصراحه كان برضه يعني يساعدني كثير، يعرفني على المكاتب، يعرفني يحكي لي اسمائهم مين بيشتغلوا. فبصراحه انا لازم اتشكرك امام الجميع ابو طارق، شكرا كثير لك، يعني كنت خير عون وخير سند. يعني لا يعني هو كان انا اعتمدت عليه اشياء كثير، لانه هو معرفه واسعه بالمكاتب وشيء زي كان في، يعني كنت كل ما اجي اساله يسيب كل شيء في دويقه، في يحكي معي يجاوبني يعطيني المعلومه. مشكور ابو طارق، بتمنى يعني دائما نشوفك ان شاء الله. الله يسعدك وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرة. أتمنى لأبو طارق التوفيق في الحياة الجديدة إن شاء الله، وكنت أتمنى كمان إنه هو يكمل ماجستير في الهندسة وليس في الرياضيات، لأنه مجال المهندس المدني مجالنا مش إنه ينحصر في نقطة معينة زي المدرس، هذه أمنيته إله. أتمنى له التوفيق وهذه النصيحة الخاصة واخع البلد بده يمشي مع الكل، مش لازم يضلوا في البلد يعني. بدك تمشي من كل طبعا. انا احمد وثلاث من ثلاث هاي كمل على الجوال. لا ايش الجوال من فوق كلمه بتوصل لطارق. انا طبعا ساعدت كثير بالفتره اللي اشتغلها معنا بطارق في هاي المكاتب، يمكن لما كان فرع غزه كان شويه بعاد عن بعض، بس لما قربنا شفنا طيبته ومعاملته الطيبة، وأنا كتير سعدت بالعمل معه. بتمنى له التوفيق في المرحلة الجاية إن شاء الله، بتمنى يسامحني لو صار إشي يعني مش مقصود يعني. وإحنا الهدية اللي جايبينها كل التوفيق الطاهر إن شاء الله، عشان ننسى كل اللي فات. ربنا يسعدك ووفقك في اللي جاي إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. نيابة عنهم أنا بطلب من نجدة نقص شريط الافتتاح هذا، هاب شغلة يعني الصندوق هداك أول إشي. إيش الصندوق هداك بدك تعمل كيف؟ تفضل يا أخوات. تفضل تفضل نيابة. مرة ثانية شكرا لكم على اللفتة الطيبة هذه إن شاء الله.